ايه بقى دي؟ اتخانقت ليه مع المراقب في الامتحان؟ رخم عليا وزهقني في عشتي، ما عرفتش اطلع البرشام اللي معايا لحد اخر الليل. وانت بتغش ليه؟ وما غشش ليه؟ ما كل الناس بتغش، المراقب اللي عليا بيغش، دكتور المادة بيغش، عمي بيغش، حتى الدكتور اللي عالج امي برضه كان بيغش، كل الناس بتغش. وانت كنت دايما بتعملي كده؟ لا، انا عمري ما عملت كده، بس هعمل كده وهعمل اكتر من كده وهعمل كل اللي انا عاوزاه. طيب السؤال بقى اللي عايزك تجاوبيني عليه، انت عندك احساس بالذنب؟ لا. ايوه يا ماجد. يا ابني انت فين؟ وجعت قلبي عليك، انا ما اعرفش عنك حاجه وتليفونك مقفول، انت كويس؟ انا شفت الولد في الصعيد يا ماجد، بس اكتر حاجه بسطتني اني شفت امي، اديتها كل الفلوس اللي معايا، ولما عرفت ان عم هاشم خد خبر هربت، جيت على مصر طوال. الحمد لله انك شفت والدتك، الحمد لله، حاجه كويسه. طبعا انت مشفور ومعكش فلوس مش كده؟ فكرتني وحياتي ابوك كنت محتاج قرشين. طب ما تشوف طلعت كده معاه فلوس ولا ايه ظروفه؟ انت عارف انا بنتج الكليب بتاع ياسمينة ومحتاج فلوس اكتر من اللي عندي. قال البنت دينا اخبارها ايه؟ معرفش عنها اي حاجة، ما تشوف لنا هي فين. واقول لك ايه صحيح، تعرف اي حاجة عن لؤي؟ كفاية بقى شرب يا لؤي الليلة، انت شربت كتير. مش كفاية، انا النهاردة هعمل كل اللي انا عايزه. طب يا اخويا اهدى انت بس شوية على نفسك كده. مش اهدى. بقولك يا سوسو، قوم ارقصي. انت بتقول ايه؟ بقولك قوم ارقصي، قوم ارقصي هلبست ده وهلقطك، هلقطك قدام الناس دي كلها يا سوسو. هرقص يا لؤي، حاضر، بس انت كفايه شرب عشان خاطري. بقولك مفيش كفايه. مات مات، انا ما سكرتش. فين الشرب؟ فين البيه؟ انا عايز بيه مشبره املالي الترابيزه دي كلها. وانتي احلى نقطه تنزل عليك. ابوس ايديك، ما ترمهمش هنا، هياخدوهم مني. استنى لما نروح البيت وانا اتشقلب لك حتى في البيت على دماغي. اوعي ايدك، انا لازم اقطعك باحلى فلوس. ادي الفلوس، ادي الفلوس. مش هي دي، مش هي دي اللي حزنها كل الناس؟ ايه خلاص. مبقاش معايا فلوس، مبقاش معايا أي حاجة. فاكرة الصورة دي يا فوزية؟ طبعا فاكراها. إيهاب ساعتها كان عنده 7 سنين. بص، مش دي اللي كنا في راس البر ساعتها؟ ياه كانت أيام. مش كنت جدعنتي كده وجبت لنا كام عيل؟ أهو إيهاب يا ست اتخرج وتعين وشاف مستقبله، وقعدت أنا وأنت بوزي في بوزك. بقى ده كلام تقوله يا صلاح؟ في حاجة اسمها كده بوزي في بوزك برضو؟ إيه اللي حكاية بوزي في بوزك دي؟ ايوه يا ابني حبيبي،
بتفرج على الصور، الصور دي اللي بتعوضني عن فترة غيابك عندي. أنا نفسي أجيب كاميرا علشان أصورك كل ما تيجي. بص يا إيهاب، الصورة دي، دي لما كنا في المعمورة أنا وأنت. بص بص، فاكر يا إيهاب ساعتها كان عندك يا ابني 3 سنين. ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ شقة مبروكة إن شاء الله. حضرتك يا باشا. اتفضل يا باشا. طبعا صاحب الشقة ده بقى طلعت خطيب أختي زينة، ودي زينة بقى أختي. إن شاء الله ربنا يكرمهم كده ويبقى شقة وش السعادة عليهم. ناوي أجوزهم فيها إن شاء الله. إحنا يا باشا طمعانين في كرم سعادتك، تهز لنا بس المبلغ شويتين كده، وإحنا جمعنا كل الفلوس وطلعت المبلغ ده. اتفضل يا باشا. ودول كام دول؟ دول بقى يا باشا 387,600 جنيه. ومعلش طمعانين في كرم عليك، يعني سامحنا في ال 13 باكو، ولادك بقى وحبايبك وجميلنا يعني. والله يا باشا انا مكسوف اكلمك في الموضوع ده، هو اللي نطق اهو، والله ده كل اللي حلته. عموما دول 2000 جنيه اعزم خطيبتك واخ خطيبتك في مكان شيك على الغدا. الله 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 على الزمن الجميل وعهد الله، نفس كرم ابويا مرسي ونفس شكل ابويا مرسي. وعموما انا مسافر في 3:30 بالليل، بس بستأذنكم بعد ما تمضوا العقد وتاخدوا المفتاح تيجوا تستلموا الشقه الساعه 7:30 ان شاء الله. طب والعفش يا باشا، هتخليه لنا ولا هتاخده معاك؟ طبعا هخليه. بقول يا باشا نكتب بقى العقود ان شاء الله. يلا نكتب. هي الشقه تكتب باسم مين؟ باسم طلعت طبعا. يلا يلا بسرعه، يلا استني كده انت تفتح. خش في بيك ياما، ادخلوا برجلكوا اليمين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ده المفتاح ما بيفتحش يا جدعان. انت متاكد ان ده مفتاح الشقه دي؟ الله جرى ايه يا زينه، الراجل كتب العقود واداني المفتاح، سلمته لطلعت حطه في جيبه على طول وما طلعوش غير دلوقتي. طب تعال افتح انت يا فكيك. اوعى يا عم، انت طول عمرك خيبه. سمي كده. بسم الله. يا مسهل ثانيه واحده. الله، ده المفتاح مش بتاعه. في ايه؟ ايه اللي بيحصل يا طلعت؟ الله، تربة، انت قلقتني يا تربة. طب رن الجرس يا زينة، رن الجرس، يمكن كله جوه ونسيب مفتاح من جوه. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. خير؟ هو الاستاذ امين فين؟ امين مين؟ حاجة امين اللي هو الابيضاني الطويل ابو شعر ابيض ده. انتوا كمان اتنصب عليكم؟ في ناس لسه ماشيين وقايلين نفس الكلام ده. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ست انت؟ اتنصب علينا ازاي يعني؟ زي ما بقول لك، احنا كنا مأجرين له الشقه مفروشه ليه من امين اللي انتوا بتقولوا عليه امين. يا لهوي يا ست السودا، اتنصب علينا ازاي يعني؟ دي كل اللي حلتنا، انت اكيد نصبه انت كمان. لا 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 يا جماعه، لا انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا بتقولوا اتنصب علينا؟ يا جماعه دي شقه عمر. يا طلبه دي شقه عمر يا طلبه، اتصرف يا طلبه. يا عم ما انا كمان ليا فلوس وانت لوحدك، ما فلوسي وفلوسك وفلوس زينه. الله، فلوسي وفلوسك ايه وفلوس زينه ايه؟ انا من ساعه ما عرفتكم ما شفتش من وراكم غير النصب والهم، واتسرقت واتبهدلت كده. يا طلعت، احنا معرفتنا تجيب النحس والهم والفقر ليه؟ عملنا لك ايه؟ يا زينه، يا زينه، عملتولي يا زينه. واحد بيخطط والتانية بتاخدني تدلعني وتفسحني. خطة وباينة قوي، وأنا في النص زي العرايس، بتلعبوا بيها زي العرايس. برافو برافو، لعبة جميلة. لكن لا يا طلبة، لا يا طلبة، لا وألف لا يا طلبة، ده شقة عمري يا طلبة، ده شقة عمري يا طلبة اللي أنا جبته من حياتي كلها يا طلبة. بص يا طلبة، يا تجيب لي الراجل يا تجيب لي الفلوس. وعهد الله، وعهد الله يا طلبة، أولع فيك، أولع فيك زي ما معاك. يا عم في ايه يا الله؟ انا يا طلعت. ايه يا الله؟ ماشي يا طلعت. انا مش زعلان اني مفلس، انا الفلوس ما تفرقش معايا. واصل على الاقل صرفت فلوسي في حاجه مفيده، صرفت على الايتام والفجره، مش صرفت فلوسي على واحده ملهاش لازمه ما تسواش شلن. ولا بقول لك ايه، لم نفسك، انا مش طايق نفسي، ما تخليش هايس عليك. تلك عين تتكلم يا بتاع سوس، انت هتمد ايدك على مين يا ده انت؟ لم لسانك يا انت، والله العظيم اضربك. انت بتصغر عليا ولا ايه؟ ولا ايدي عليك ولا في ايه؟ في ايه؟
انتوا كلمتوا ولا ايه؟ ما تفوقوا! حسوا بيا، حسوا بالمصيبة اللي أنا فيها. أنا عشان أرضي ياسمين اتنصب عليا، اتعمل عليا نمرة، بقيت مفلس. مش دي مصيبة؟ مش أخوكوا كده في مصيبة ولا إيه؟ إيه يا جماعة؟ إحنا هنقعد نندف في حظنا ولا إيه؟ ما بس أنت وهو. طب دبرونا نعمل إيه؟ إيه؟ في إيه يا عم التوهية؟ صوتكوا جاي آخر الدنيا. تعال تعال يا حبيبي عشان يكمل العدد، الفاشلون في كل شيء. يلا اتفضلوا عشان نقعد ونفكر هنعمل ايه. يلا 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 تعالى بقى، تعالى اهدى. في ايه؟ مش قاعد جنبه يا اخي. يا عم عشان خاطر اقعد جنبه بقى، انتوا اخوات عيب كده. بقول لك تقعد يبقى تقعد، ولا اجيب لك سوسه تقول لك تقعد تاني انت؟ يقعد بهزر معاك يا ولد. حقك عليا، دماغك ايه؟ خلاص يا عم مش زعلان، ما هي قله الفلوس تعمل اكتر من كده. يا جماعة يا جماعة أنا ما تعودتش أستسلم بسهولة. ليه؟ تاني يتنصب عليها تاني يا جدعان؟ أنا ابتديت أشك إن مشروع التخرج بتاعي نصبه هو اللي يجي على طلعت. ليه بس كده؟ ليه يتنصب عليها تاني؟ ماجد ماجد وحياة أمك، في حاجة على وشي بتقول إن أنا هفق أوي كده؟ فهموني. بقول لكم يا جماعة. إيه؟ مش إحنا كلنا محتاجين فلوس؟ اه طبعا. يعني طبعا احنا هنطبع فلوس. ادي اخره الافلام الاجنبي اللي حضرتك بتتفرج عليها. بصوا يا شباب، احنا اختيارنا هو البنك المركزي. اوه ستاتي العربيه الفان السوداء اللي متفيمه طبعا. بعد خمسايه كبيره جدا هنركن قدام البنك، هننزل كلنا، هنخش جوه عادي، ناخد المطبعه ونطلع بيها، نرميها في العربيه ورا ونتكل على الله، نطبع بقى نطبع نطبع، ويبقى حوالينا حريم الله. ونعيش حياتنا. فاهم انت القصه دي؟ الله، عيش معايا الخيال بقى. الله يا ابني، اعتقد الفيلم ده كان فيه بوس كتير قوي. ايوه من الاول ما كانش مترجم. ايوه بس يا خفيف انت وهو. الله، على فكره اللي بيقولوا لؤي مش صعب انه يتحقق. يا جماعه مش بهزر، انا بتكلم بجد وبجد جدا كمان. اللي انا بفكر فيه ده لو ظبط هنعدي، وهنعدي قوي كمان. مش كل حاجه تفكر فيها لازم نقتنع بيها، مش كده ولا ايه؟ انا شايف ان احنا عصابه صغيره مالناش في الشمال، نسرق شقه، نقلب فيلا بتاعت ناس اغنيه، لكن نطبع نزور؟ لا كده احنا داخلين شمال مع امن الدوله، بقينا شمال رسمي. بصوا يا رجاله، لو عايزين نعمل العملية دي لازم نتعلم من غلطنا. السرقة اللي فاتت كل الجرايد كتبت عنينا. بس ما حدش قدر يوصل لنا. أيوه. بس ده بسبب إن إحنا كنا عاملين حاجة قدها ومخططين صح. ودي كمان تتلعب صح. بصوا بقى يا جدعان، أهم حاجة نفهم إحنا عايزين إيه وحواراتنا دي ليه. إحنا عايزين فلوس، صح؟ عايزين فلوس. يبقى مش مهم هنجيبها إزاي. نسرقها، ننصب، نطبعها، ان شاء الله حتى لو هنشفها. يا جدعان ده نصب، والنصب سهل قوي. من الاخر كده حكايه التزوير دي احنا عايزين نجربها، بس احنا محتاجين برينتر وكمبيوتر وسكانر. يعني انتوا ناويين بقى؟ ممكن، على فكره ممكن. يا جماعه انا عايز افهم، احنا دلوقتي لو جبنا الكمبيوتر ده والسونار الالوان نعرف نسكانر. لو جبنا السكانر ده والكمبيوتر هنطبع الفلوس؟ في يا جدعان؟ هو الكلام على سايبر ولا ايه؟ بص يا شقيق، احنا يمين مع بعض وشمال مع بعض، انا مش هبيعكم. الكمبيوتر عندي في البيت، اروح اجيبه لكم وبالمره اطمن على ابويا وامي. وانا يا سيدي عليا البرينتر والسكانر. تمام. خلاص من دلوقتي اقفلوا موبايلاتكم وحطوا الشرايح الجديدة، ومن اللحظة اللي احنا فيها دي احنا اوت اوف اريا. دور علي. تليفوني بيرن. ياسمينة. طب بقول لكم ايه؟ ينفع نأجل الحوار ده لبكرة؟ معلش اصل لازم اروح اقابلها. قدر ما حصلش. سوري يا ميت، أنا آسفة إن أنا ضيعتلك فلوسك.
انا حظي وحش انا عارفه. صدقني اللي معمول لي عمل وانا عارفه مين اللي عملتهولي. عشان كده عايزاك تسيبني بحظي النحس ده وتشوف مستقبلك. فداك يا حبيبتي، فداك يا اي فلوس، انت اي حاجه عايزاها اجيبها لك ان شاء الله، اطبع لك الفلوس دي. ايوه يا مجد، بس انا حاسه ان انا بقيت حمل تقيل عليك. انت سبت كل حاجه عشاني، حتى اهلك، والجامعه انت ما بقتش تروحها. جامعه ايه؟ هو ده وقته؟ جامعة ايه يا ياسمين؟ ده منظر طالب يا ياسمين، جامعة ايه اللي انا هروح؟ بعدين احنا بنتكلم في فلوس، الجامعة دي مش هتجيب فلوس، ده احنا حيالله كنا بنروح نصطبح فيها. اه يا حبيبي، بس انت طبعا لازم تاخد البكالوريوس، انت ناسي طبعا احنا لينا برستيج ولا ايه؟ برستيج ايه يا ياسمين؟ هو ده وقت برستيج ايه؟ برستيجك هو فلوسك، معاكي فلوس هيبقى عندك برستيج، معاكيش فلوس مش هيبقى عندك برستيج. طب خلاص، انا هدور على منتج ينتج لي الفيديو كليب وارد لك فلوسك. طب ممكن يا حبيبتي بس تأجل الموضوع ده شويه وانا هتصرف. لا انا ما اتجوزتكش عشان تضيع لي مستقبلي ونجاحي. في ايه؟ ضيع لك ايه؟ مستقبلي ايه ونجاح ايه؟ هو في ايه بالظبط؟ انا مش عايز اخد كلامك ده. انا لما فلوسي خلصت قلبت عليا واديتيني الوش التاني. انا هاخده بشكل تاني خالص. ياسمين انا اللي طلبت اتجوزك، وانا اللي جبت فلوسي وقلت لك هنتج لك، محدش فرض عليا ده. بس برضه معلش انا هقول انك اعصابك تعبانه عشان حاسه ان شهرتك قلت، فمعلش معلش. ايه شهرتي قلت؟ لا يا استاذ، انا لسه ياسمينه وهفضل طول عمري نجمه. ماشي يا نجمه، ماشي يا نجمة، اعملي اللي انت عايزاه، كل اللي في نفسك اعمليه، انا سايبها لك وماشي. ماجد لو خرجت دلوقتي مش هيبقى بيني وبينك غير فلوس وبس. انا بصراحة شايفة ان احنا نخليه براحته خالص، اول ما يحس انه كويس اكيد هيجيلنا. انا مش عارف والله يا دودو، المصايب بقت عمالة تلف علينا واحدة ورا التانية. بس برضه ماجد غلطان، يعني كان لازم يتجوز واحدة زي دي. طلع ما تنساش انه حبها بجد. حبها؟ كلنا حبينا، احنا جالنا مصايب غير من ورا الموضوع ده. صباح الفل. ازيك يا ماما؟ ايه؟ بقول لكم يا شباب، احنا النهارده عايزين نجرب حوار التزوير. رؤية فين؟ الو، ايه يا استاذ جمال؟ يا ريس انت فين؟ انا كلمتك امبارح ما ردتش عليا. ايه؟ لا كنت عايزك في موضوع مهم. تحب نتقابل بالليل على القهوه ولا نتقابل في المكتب؟ ماشي يا استاذ جمال، نتقابل في القهوه. لا عايزك في مصلحه. هنوصل انا وانت كده لغايه الشهر العقاري. صعبال امالتك اشتريت شقه في شارع السودان وعايز اسجلها. لا لا يا استاذ جمال، وديت فوتني برضو.
اصحاب الشقه هيبقوا موجودين. اه طبعا هم كبايعين وانا كمشتري، ما تقلقش. المهم بس قولي هنتقابل بالليل على القهوه ولا اعتبر ان ده ميعاد؟ والنبي يا استاذ جمال تخلصني من موضوع الشقه ده، عايزين نخلص منه عشان عليها مشكله. مين؟ افتح يا طالبة. وقعت قلبي. امال مفاتيحك فين يا زينة؟ نسيت اخدهم معايا. طب احمدي ربنا بقى ان انت لقيتيني، ده انا هنا بالصدفة. صدفة سعيدة. مالك يا بنت بتتكلمي كده بطريقة مش عجباني؟ عموما نتحاسب بعدين، انا نازل. سلام. سلام يا اخوي. ايه مشغول كده ليه؟ مفيش. طب انا عامله لك مفاجاه. سيبيني يا سوسن لو سمحتي، انا عايز اقعد مع نفسي شويه. دول 2000 جنيه كنت شايلهم لوقت الزنقه، خدهم ظبط نفسك بيهم. ده ايه الجدعانه دي؟ ما انا طول عمري جدع، انت بس اللي مش واخد بالك. لا واخد بالي يا سوسن. انا اخدهم منك على اعتبار ان هم سرف، واردهم لك في اقرب وقت. مفيش أي أخبار عن الفلوس بتاعتكوا؟ ده أنا سامعة إن الجلسة قربت. مبقاش عندي أمل يا سوسو إن أبويا يرجع تاني. أنا مش فاهم ليه الإعلام بيهاجمه قوي كده، بيتعامل معاه على إنه مجرم، محسسني إنه خد الناس من إيديهم وراح يغرقهم في البحر بنفسه. طب المحامي يعني مش مظبط نفسه؟ محامي؟ محامي اتجوز أمي. هو ده بقى اللي شاغلك. مش بالظبط يا سوسو، أنا في دماغي مشروع لو ظبط هيفرق معانا كتير قوي. مشروع إيه؟ ما تدخلني معاك. لا مالكيش أنت دعوة بالمواضيع دي. إيه يا عبد العلي؟ أنت ليه يا أخويا ما بتاكلش؟ ماليش نفس يا سمير. وبعدين هو أنت اللي بتسألي؟ ما أنت كمان ما بتاكليش أهو. ما تشغلش بالك بيه، انت اللي لازم تاكل، انت اليومين دول صحتك في النازل. خلاص ما عادش يجي منه. مساء الخير. خير؟ هو اللي عنده عيل بايظ زيك ممكن يشوف الخير؟ يا ترى المحروس جاي ليه النبادي؟ جاي تسد نفسنا اكتر ما هي مسدوده على الاكل؟ هو في ايه؟ ليه الدخله الناشفه دي؟ عموما انا جاي اخد حاجه من اوضتي وهمشي على طول. مش مكسوف من نفسك؟ جاي تاخد ايه؟ ما انت خلاص ما بقتش محتاج مننا حاجه، مش كفايه الست ياسمينه بتصرف عليك؟ ست مين اللي تصرف عليا؟ عيب، عيب يا حاج، انت جايب راجل. راجل؟ يا حسره، وهو فين الراجل ده ان شاء الله؟ ها؟ هو في ايه؟ انتوا مالكم بتعملوا معايا كده ليه؟ في ايه؟ انا عملت لكم ايه؟ تعالى هنا. انت رايح فين؟ انت مش هتاخد حاجه من هنا. لا سيبيه، سيبيه ياخد كل اللي هو عايزه، المهم يعمل حسابه انه ما يوريناش وشه تاني. اتفضل اتفضل يا جوز الست. ايه ده؟ هو الفيلم لسه ما خلصش؟ اه خلاص قرب يخلص، اصله فيلم جميل جدا. والله انت اجمل وارق واحلى فريده في الدنيا بحالة. بحبك بحبك موت. وانا كمان بحبك، بحبك قوي. هاي لؤي، ازيك؟ ازيك يا ولد؟ كويس. يا ترى ناوي تعمل فينا ايه تاني المرة دي؟ متقلقش، أنا جاي آخد حاجات من أوضتي وماشي على طول. وتمشي ليه؟ ما تقعد معانا يا ابني. لا معلش يا ماما، هسيبكوا عشان تاخدوا راحتكوا. اطمني عليك، أنت كويس يا حبيبي؟ كويس الحمد لله. اللابتوب بتاعي والسكانر موجودين؟
Definitely your laptop, the scanner, the printer, everything in its place. ما فيش حاجة اتغيرت خالص يا لؤي. تقلك يا ماما. في حاجات كتير اتغيرت. على إذنك. تسرقني يا طلبة؟ تسرق أختك؟ ماشي يا طلبة الكلب، ماشي. ما قلتليش بقى، قفش ليه أنت كمان؟ اتخانقتوا مع أبويا وأمي. عادي بقى. بقول لك ايه، تشيكت على الكمبيوتر؟ يا رب بس البرينتر يدينا الشكل اللي احنا عايزينه. ما تقلقش، دينا هتظبط كل حاجه. بقول لك ايه، احنا هنطبع عني فيها بالظبط. بس يا ابني ما ينفعش نتكلم الكلام ده هنا، حد يسمعنا. انا قلقان من خالد ده. بيني وبينك انا كمان قلقان منه قوي. طب اسمع، احنا نرمي الحمل على طلعت ودينا. الواد الصعيدي ده سيبهولي، انا هظبطه. لو كان ينفع يتظبط كان يتظبط من زمان يا اخويا. يلا. ايوه، مين حضرتك؟ عايزه مين؟ طلبة موجود؟ قول له مين حضرتك. لا يا حلو، سيبيني هقول له بنفسي انا مين. اوعي من طريق. استنى ايه يا اختي؟ تعالي. ايوه زين، زين اللي نصبت عليها. تبتدي شعري. خلاص سيبيها وانا هفهمك. يلا بقى سيبيها، خش جوه صفي انت دلوقتي. صفي ومشامة حمرا وليلى. ايه يا بنت؟ ما تقلقيش كده عشان نعرف نتكلم مع بعض. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بعد ما نصبت عليا واخدت فلوس انا وطلعت؟ يا بنت نصبت عليه لكن انت ما نصبتش عليكي. انصب عليك ازاي يا خايف؟ ده احنا اخوات. اخوات؟ وانت خليت فيها اخوات بعد اللي عملته؟ بدل ما تقف جنبي وتساعدني تنصب عليا وتسرقني. يا بنت كنت هقولك، بس لو كنت قلتلك ساعتها كنت هتحني زي العاده وتقولي لسه طلعت حبيب القلب، صح؟ وتسرقه ليه؟ عمل لك كده واد غلبان. يا بنت كده كده هو بيتسرق وبيتنصب عليه، يبقى احنا اولى بقى والفلوس فلوسنا. انا ماليش غيري كزينة. يا بنت انا مش شايل هم حاجه في الدنيا غيري، افهمي بقى. انت كذاب، لو شايل هم بجد ما كنتش تنصب عليا انا وطالعه، وكنت سبت لنا شقه نتجوز فيها بدل ما انت عاملها لمزاجك يا واطي. اتلمي نفسك شويه يا بنت. بنتي اللي بتضربها. بس خلاص، واضح انك مش فاهمه ومش هتفهمي. انا بقى لازم افهمك واقول لك الحقيقه. طالع ضمن النوع النمرود، الا لو ربنا اداله شويه وطلع فوق، اول حاجه هيعملها انه هيرميك انت. هيدور بقى على واحده على فرانكا. انا عارف، عشان كده انا قلت قصقص ريشه. خدت القرشانات دي وخليتها معايا. عارفه خليتها معايا ليه يا زينه؟ عشان عارف ان انت حنينه وقلبك طيب وهتحني له وتديهم له. انا بحتضن. عرفت انا نصبت على طلعت ليه؟ لا مش عارف. بكره بقى لما طلعت ده يكبر ويرميكي هتقولي ان طلب اخوكي ده كان بيتكلم في الصح. فاهمه؟ انا بقول لك اللي انت لسه هتشوفيه يا زينه. أنا أخوكي، ابن أمك وأبوكي. تعال. والنبي ادينا كوباية شاي عشان دماغي هتطج. مش عارف آخرة اللي احنا بنعمله ده إيه.
اللي احنا بنعمله ده حرام، ما يرضيش ربنا، ربنا هيحاسبنا عليه. حاسبنا عليه؟ احنا مالنا؟ احنا مالناش دعوه يا عم. الدنيا الدنيا هي السبب في اللي احنا فيه، بس احنا الغلطانين يا ماجد. دي الحقيقه اللي احنا بنهرب منها، احنا اللي عملنا في نفسنا كده. غلطانين في ايه؟ فهمني، غلطانين في ايه؟ كنا حتة لحمة حمراء اتربينا في الدنيا دي، مش احنا اللي اخترنا. احنا كنا عايزين نتعلم، عايزين نشتغل، عايزين نتجوز، عايزين نعرف مين اللي قتل ابوك. اكيد احنا ما كناش عايزين حياتنا يعني تبوظ، ما اخترناش بمزاجنا، صح؟ صح ولا لا؟ اسكت، ما تقلبش علينا المواجهه.